ماجيك سبور هو نادين يحوي العديد من الاختصاصات الرياضية بشراكة، منها الكيك بوكسينج التي تعد نوعا من أنواع رياضة المصارعة، اختصاص يمارسه 67 مصارعا في هذا النادي من مختلف الفئات العمرية من البراعم حتى الأكابر. يسهر على تدريبهم مدرب شاب استطاع في ظرف وجيز أن ينتقل من الممارسة إلى تعليم تقنيات هذه الرياضة، وهو ما وقفنا عليه عند حضورنا لهذا الميران. أنا تعلمت وأنا نعلم اليوم وأنا مدرب والحمد لله، ونشكر هذو الشيوخ اللي علموني كاع، ربي يجازيهم ما ننساش خيرهم، ربي يحفظهم والحمد لله. الخدمة تاعهم هاي ليك رانا نخدموا بها الحمد لله. في الجزائر كاين لاباط تاع لاباط، ولد صغير كيجي ليك يدخل يرونطريني يضرب شهر شهرين يبدا يتعلم لي تكنيك جوش دروات، ومن بعد يولي يحوس لي اسباني يقول لك شيخ دير لي الاسباني. يعطيك ايكول صغار قاعد يعطيك براعم هذوك حتى الفوق حتى السينيور. عندنا 67 اتلات ان شاء الله هذوك يكونوا افضل في المستقبل ان شاء الله. تشوف على كل حكي يدخل عندك ريزات جداد يتعلموا بالعقل قدا سي مو عام، تبدا تشوف تفيق باللي كي تكون انت مدرب تفيق باللي كاين ريزات هنا يقدر ينجح يقدر يولي بطل يولي شامبيون في الجزائر يولي شامبيون انترناسيونال. وقفنا فيه على عده امور منها الصرامه، التركيز، الجديه في التدريبات، امور استطاع من خلالها النادي وفي ظرف وجيز جلب الاهتمام اليه. كيف لا، والنادي يضم مخالطين من جنسيات عربية مختلفة. عندنا من دول عربية، عندنا من اليمن، عندي زوج من اليمن على كل حال ماهمش يجوا، وعندي واحد الأردني، وعندي واحدة وهنا سورية معنا من سوريا. ومن بين المصارعين مصارع سوري لقي الثناء حتى من مدربه. بابا قال لي ادخل باسكو هذه الرياضة مليحة وعجبته كيف بوكسين، نحب نكون شامبيون تاع الجزائر ونروح البلاد واحدة أخرى كمل. الله يبارك عنده لي كاباسيتي ما شاء الله، وتاني كيا بس الله يبارك ويرونطريني سيريو من قلبه. ديتو بوكس شحال من قالا ربح الحمد لله، هو ربح واحد ربع لي قالا، عنده كاتكو كات جبنا كاتكو معاه وطروا ميدال. هذا المصارع الصاعد ليس وحده من يرغب في التألق والبروز وبلوغ القمة، بل حتى قرانه يطمحون لتحقيق ذات الهدف. درت قالات ربحت فيهم وشامبيونا خسرت فيها، ان شاء الله نربحوا ونجيبوا شامبيونا طلعوا الاعلام تاع الصاله. انا نحب نرجع نربح شامبيونا نرجع كيما شفتان. نحب ديك بوكسيك، انا نحب نولي بوكسير شامبيون. تعلم أبجدية رياضة كيك بوكسينج من قبل الجيل الصاعد واكتساب المهارة وتقنيات المصارعة عوامل من شأنها الوصول بهؤلاء المصارعين إلى القمة في يوم ما، ولما لا تحقيق حلمهم بتشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية.